السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا في اللقاء الثامن وبتاريخ 30 يونيو 2021، وبالطبع الموافق ل يعني 20 ذو القعدة 1442. فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء. وصلنا يوم أمس إلى غاية العرض المرئي التابع للمحاضرة 20، فاليوم سوف نبدأ بها على بركة الله. نتوكل على الله. فيما يتعلق بالتعامل في الأسواق المالية، هناك ما يسمى بأنواع أوامر البيع والشراء، أنواع يعني أوامر البيع والشراء. انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا فيما يتعلق. أول شيء أريد التأكد، يعني هل الصوت يصلكم واضح؟ الأستاذة فاطمة، هل الصوت يصلك واضح؟ أستاذة فاطمة، هل الصوت يصلك واضح؟ نفس الشيء أستاذة مرام، هل الصوت يصل واضح؟ نعم، الله يبارك فيكم إن شاء الله. نيجي الآن إلى أنواع الأوامر. هناك ما يسمى بأوامر الطلب المحدد، وهناك ما يسمى كذلك بأوامر السوق. ماذا يقصد بأوامر السوق؟ يعني السعر المتوفر، السعر المتوفر حاليا، وإما أن يكون عرضا أو طلبا. فإن كنت أنا مشتري فسوف يعني أشتري من أفضل عرض، وإن كنت سوف أبيع، سوف أبيع لمن يقدم لي أفضل طلب. ولكن لما قلنا احنا يعني اوامر سوقيه، يعني ذلك انه الاسعار السائده حاليا في الاسواق هي التي سوف تعتمد وتنفذ بها الصفقات. هناك ما يسمى كذلك باوامر الطلب المحدد. نفترض الان انه سعر سهم يعني شركه سابك حاليا ب 124 ريال، حاليا ب 124 ريال. هذا لا يمنع إن كنت أنا مشتري فإنني أضع أمر محدد شراء عند سعر كم؟ 122 ريال. وبالتالي عندما يبلغ يعني سعر السوق السعر الذي طلبته أنا 122 ريال سوف ينفذ مباشرة. نفس الشيء لو كنت أنا الآن بائع والسعر المعروف يعني سعر العرض الحالي 124، أنا رأيته يعني منخفض، فأنا لي أنني رغبة أنني أبيع بكم؟ بسعر 126 ريال. يعني السعر الحالي السائد في السوق 124 ريال، ولكن أنا لي رغبة أنني أبيع ب 126 ريال. فبالتالي أنا سوف أنتظر إلى أن ترتفع الأسعار، وفي حالة بلوغ سعر السوق سعر الطلب سعر العرض الذي أنا يعني أريد أن أبيعه، يعني أبيع السهم بهذا السعر، فبالطبع على طول سوف ينفذ. هذا فيما يتعلق بالأوامر. طيب نذهب بعد ذلك إلى ما يسمى بالشراء بالهامش. ديروا بالكم الآن من هذا السؤال، وهو دائما يرد علينا في الاختبارات. مبدئيا كيف يأتي السؤال؟ السؤال يأتي لنا كالتالي: الأمر الذي لا يتطلب دفع ثمن الورقة المالية بشكل فوري، الأمر الذي لا يتطلب دفع ثمن الورقة بشكل فوري. ونقدم لكم أربع مقترحات. المقترح الأول أمر سوقي شراء، المقترح الثاني الشراء بالهامش، المقترح الثالث أمر محدد شراء، والمقترح الرابع والأخير البيع بالمكشوف. فديروا بالكم الآن، يعني هو رقم 2 ارتبط الشراء بالهامش يعني بأننا لا يدفع ثمن الورقة المالية بشكل فوري. طيب كيف ذلك؟ يعني الطالب له الحق أنه يفهم ماذا يقصد به الشراء بالهامش. الطالب له الحق أن يفهم ذلك. انتبهوا إلى ماذا يقصد بالشراء بالهامش. أنا في بعض الأحيان لدي مبلغ وقدره مثلا 100 ألف ريال، ف
انا رايت انه يعني الاسواق الماليه في هذه اليومين مرتفع، والاسعار يعني في كل مره بترتفع، واذا كان هناك مجال ان المبلغ لو كان لدي مبلغ مضاعف، يعني عند يعني عوضا عن 100,000 ريال، لو كان يوجد لدي مبلغ وقدره 200,000 ريال، لا امكنني انني استثمر كامل هذا المبلغ، ويعني استفيد زياده بارتفاع يعني السوق. فنحن في العادة عندما يأتينا شخص بهذه الطريقة ويقول لنا أنا أمتلك مبلغ 100,000 ريال، ويا ليت لو كان عندي 100,000 ريال أخرى لضخيت كامل المبلغ وقدره 200,000 ريال في السوق، ماذا سوف نقول له؟ نقول له أنت بإمكانك أنك تقترض من البنك بضمان رأس مالك، يعني عندك رأس مال 100,000 ريال، أنت بإمكانك أن تتوجه إلى البنك وتقترض يعني المبلغ 100,000 ريال. الآن انتبهوا جيدا، وهذا شيء دخل إلى السوق المالية السعودية حاليا، يعني مؤخرا في نهاية سنة 2020، وهو يسمى الشراء بالهامش. كيف ذلك؟ الآن عندما هذا الشخص يتوجه إلى البنك ويطلب منهم، يقول له أنا يوجد لدي رأس مال 100,000 ريال وأريد أن أقترض 100,000 ريال، فماذا البنك يقول؟ البنك يقول له خلاص أنت بإمكانك أن تذهب مباشرة إلى الوسيط، والوسيط يعني يمتلك الصلاحية ويقوم بإقراضك بمبلغ وقدره 100,000 ريال. يعني عرفت ما هو الجديد؟ الجديد أنني عوض أني أقترض من البنك وأستثمر في السوق المالي، أنا بإمكاني أن أتجه إلى أحد شركات الوساطة المالية وأقترض من عندها المبلغ، ثم يعني أستثمره كامل في السوق. فهذه العملية تسمى الشراء بالهامش. طيب الآن أريد أن أفهم ماذا يقصد بالبيع بالمكشوف. أنا أريد أن أفهم مصطلح البيع بالمكشوف، ماذا يقصد بالبيع بالمكشوف؟ نحن نعرف جيدا هناك مصطلح اسمه السحب على المكشوف. السحب على المكشوف، ماذا يقصد بالسحب على المكشوف؟ أنني لا أمتلك المبلغ الكافي في البنك، وبالرغم من ذلك أن أستخدم البطاقة تبعي الائتمانية، أنا حسابي لا يتوفر فيه مبلغ لا يزيد عن 5,000 ريال، ولكن أنا أسحب 10,000 ريال. فال5,000 ريال التي سحبت إضافية وهي لا توجد في حسابي، يسمى هذه العملية تسمى بالسحب على المكشوف، يعني أنا لا أمتلك رصيد وأسحب نقود، فهي تدخل ضمن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها يعني البنوك وخاصة منها الربوية. Very good. تعال نشوف الآن البيع على المكشوف يعني كيف تتم العملية. البيع على المكشوف نفترض ماذا؟ يعني الأستاذة فاطمة والأستاذة مرام كلاهما يعني يعملان في السوق، كلاهما يعملان في السوق. فاطمة تمثل يعني شركة وساطة، ومرام تمثل شركة وساطة. فمرام وفاطمة كلاهما يرون الآن ماذا؟ قال يا أخي والله كلانا نرى الآن أنه سعر سهم سابق يباع اليوم ب 124 ريال ماله، يعني سعر مرتفع، والسعر هذا مرشح إلى الانخفاض خلال الأيام القليلة القادمة. فماذا حصل؟ الذي حصل هو التالي، أنه مرام تخلصت من جميع الأسهم سابق وباعتها، ولكن فاطمة تمتلك أسهم سابق. سألنا فاطمة، قلنا فاطمة أنت لماذا لا تقومين ببيع أسهم سابق وسعره الحين مرتفع 124 ريال، وعلى أساس أنه يعني لماذا لا تتخلصين من هذه الأسهم؟ إيش كان رد فاطمة؟ فاطمة ذكرت لنا أنه هذه الأسهم هي على ملك أحد العملاء، وليست يعني لا أملكها أنا، وإنما أحد العملاء. انتبهوا جيدا، قدم الآن أحد العملاء إلى الأستاذة مرام وطلب منها أن تشتري له ما قيمته 1,000 سهم سابق، 1,000 سهم سابق. مرام الآن لا تمتلك أسهم سابق، خلصتها بالكامل. إيش حتسوي الآن مرام؟ بإمكانها أن تتجه إلى الأستاذة فاطمة وتقول لها ماذا؟ هل لك أن تقرضني 1,000 سهم، وأنا سوف أبيعها إلى عميلي، وخلال أيام قليلة أنا سوف أقوم بإعادة شرائها من السوق وسوف أرجعها لك. هذه العملية تسمى بعملية البيع المكشوف، وكلمة البيع المكشوف يقصد بها أننا أن الأستاذة مرام ماذا سوت؟
باعت شيء لا تملكه، وإنما ملكيته ترجع إلى يعني الأستاذة فاطمة. فهذا شخصين يتعاملان مع بعض، فبإمكان الشخص الأول أن يقترض من الثاني ويبيعها لعميله، ثم بعد ذلك هو مطالب بإرجاعها، فسوف يقوم بإعادة شرائها من السوق. ولكن الأستاذة مرام الآن باعتها ب 124 ريال، فهي تأمل أنها تقوم بشرائها هذه الأسهم عندما السعر ينخفض 120 ريال، وبالتالي تحقق يعني فائض على كل سهم 4 ريالات من خلال إجراء هذه الصفقة. هذا يسمى بعملية البيع المكشوف. وديروا بالكم هذا في العرض المرئي 19، وردت يعني فقرة كاملة تناقش موضوع شورت سيلينج وهو البيع القصير، وهو كذلك يسمى بالبيع المكشوف. وهذه العملية هي الوحيدة التي نحن نقوم بها في البداية بالبيع الأسهم، ثم نقوم بإعادة شرائها، نقوم ببيعها بأسعار مرتفعة على أمل أننا نقوم بإعادة شرائها بأسعار منخفضة. بارجو، تعالوا نشوف الآن أنواع المستثمرين. نذهب الآن إلى أنواع المستثمرين. طيب، في أنواع المستثمرين، هذا كذلك سؤال يجب أو نحن ننتظره أكيد جدا في الاختبار. يعني هناك دائما السؤال يأتي على أنواع المستثمرين في الاختبار، يعني ضروري جدا أن يأتينا في الاختبار، لأن هذه الفقرة كذلك مهمة جدا. انتبهوا جيدا، لو نقول لكم يستخدم هذا المستثمر أدوات التحليل الفني، يستخدم المستثمر أدوات التحليل الفني، 4 مقترحات، يسمى هذا المستثمر بمضارب محترف، مالي قصير الأجل، مضارب هاوي، أو استراتيجي طويل الأجل. ما هي الإجابة الصحيحة؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ أي نعم، المضارب المحترف. ممتاز أخت مرام، المضارب المحترف. طيب، لو نقول لكم هذا المستثمر هدفه أن يمتلك حصص حاكمة في الشركة، حصص حاكمة في الشركة، هل يكون مستثمر مالي قصير الأجل، مستثمر مالي طويل الأجل، مستثمر استراتيجي طويل الأجل، أو مستثمر مضارب؟ ما هي الإجابة الصحيحة عندما يرغب في أنه يمتلك؟ Very good. هي رقم 3. رقم 3 هي الإجابة الصحيحة، أي الذي يرغب في امتلاك حصص حاكمة في الشركة فهو مستثمر استراتيجي طويل الأجل. طيب، نأخذ بعض الأمثلة على المستثمر استراتيجي طويل الأجل. فتجد مثلا لما نقول يعني مثلا مصرف الراشحي، فيأتي ويقول لنا أنه يوجد أحد المستثمرين يمتلك ما قيمته مثلا 27%، فهنا تعتبر حصة حاكمة في الشركة. ماذا يعني؟ يعني ذلك أنه يعني العائلة أو هذا المستثمر يمتلكون حصص قوية جدا، بما يمكنهم من قيادة وهذه الشركة، ولهذا السبب نقول حصص حاكمة، لأنه هذه الحصة الكبيرة جدا وهذه النسبة الكبيرة جدا في رأس المال تمكنه من أن يحكم هذه الشركة. عندما نقول مستثمر مالي طويل الأجل، وهو يعتبر إيش؟ مستثمر محترف. يعني عندما هذا الشخص يمتلك له نسبة من قبيل 4 أو 5%، يعني هو ليس لا يمتلك نسبة 20 و 25، ولكن يمتلك له نسبة 3 أو 4 أو 5%، تعتبر نسبة محترمة جدا، وهو نسميه بالمستثمر المالي طويل الأجل. ثم بعد ذلك هناك ما يسمى بمستثمر مالي قصير الأجل. نحن نعتبر أنفسنا، أنا وأنتم نعتبر أنفسنا ضمن هذه يعني النوعية، نحن مستثمرون ماليون قصيري الأجل. يعني كيف ذلك؟ نحن نشتري في أسهم سابق على أمل أنه نحصل عليه في توزيعات، واشترينا سعر السهم ب 120 ريال، عندما يبلغ سعر السهم 150 أو خلينا نقول 130 ريال نقوم بعملية بيعه. ولكن يعني على كم نمتلكه؟ نحن نمتلكه لفترة يعني متوسطة وقصيرة الأجل، يعني فترة لا تقل في العادة عن 3 أشهر، لا تقل في العادة عن كم؟ عن 3 أشهر. Very good. المضارب، يعني المستثمر المضارب هو الذي يسعى إلى البيع والشراء بشكل متكرر لتحقيق أرباح غير عادية، وفي العادة لا ينتظر توزيعات نقدية. ومثل ما حكينا قبل قليل، المستثمر المحترف يستخدم أدوات التحليل الفني،
يتعامل مع الاسم بحرفيه، وبينما المضارب الهاوي، ما المضارب الهاوي؟ يخسر امواله لاعتماده على الشائعات. يعني كيف ذلك؟ من هو هذا المضارب الهاوي؟ هو الذي يتلقى مكالمات هاتفيه من اشخاص اخرون، يعني عندما يرغب في شراء اسهم او في عمليه بيعها فهو يتصل على اشخاص اخرون ويقول له والله شوف انا اليوم عندي مبلغ 15000 ريال، بماذا تنصحني؟ بماذا تنصحني؟ فياتي هذا الشخص ويقول له انت بامكانك كم عندك المبلغ؟ 15000 ريال، خلاص يعني اشتري لك ب 7500 ريال جري، واشتري لك ب 7500 ريال في المراعي. فيعتمد على ماذا؟ يعتمد على اشخاص اخرون. ولماذا هو يخسر في بعض الاحيان؟ لانه ينساق في الشائعات. يعني في بعض الاحيان تاتي شائعات من قبيل ماذا؟ من قبيل انه هذه الشركه وقعت عقد مع شركه اجنبيه. يا اخي من مع من وقعت يعني هذه الشركه الاجنبيه؟ هل لك خلفيه عنها؟ هل لك كذا؟ قل له والله ما عندي خلفيه، ولكن هناك اشخاص يتداولون هذا الخبر، فانا بالنسبه لي هذا الخبر اكيد انه صحيح. فبالطبع هناك العديد من الاخبار المضلله والتي قد يعني تتسبب في لا قدر الله خسائر كبيره جدا للمستثمر. Very good. هنا فقط يعني لمحه بسيطه على اسواق الاوراق الماليه الاسلاميه، بالطبع يعني يقصد بذلك هذه الاسواق التي تتعامل في الادوات المتوافقه مع الشريعه. سبق لنا واننا حكينا ان السوق الماليه السعوديه يوجد به 260 يعني صندوق استثماري، تقريبا 250 صندوق كله متوافق مع الشريعه. نفس الشيء في يومنا هذا توجد 192 شركه مدرجه في السوق الماليه السعوديه، حوالي 150 منها يعني حوالي 75% من هذه الشركات هي متوافقه مع يعني الشريعه معي. وبالطبع ما هي الشركات التي يعني تكون محرمه؟ يعني في العاده هي البنوك المبنيه على يعني التقليديه، وكذلك يعني لان تتعامل بالربا، وكذلك في العاده القطاع خلينا نقول التامين، يعني عدد كبير جدا من هذه القطاعات يعني هي غير متوافقه مع الشريعه لما فيها من غرر. طيب تعالوا نذهب الان الى المحاضره 21، العرض المرئي 21. وماذا نجد به؟ تقييم الاوراق الماليه. يعني بالمناسبه اسئله الاختبار تتوزع على جميع العروض المرئيه، يعني ما فيش احد العروض المرئيه نقول انه لن ياتي عليه ولا اي سؤال، وانما جميع الاسئله تتوزع على جميع العروض المرئيه. فديروا بالكم اي عرض مرئي سوف يتم استبعاده، يعني ذلك انه الطالب استبعد اما سؤال او اثنين او ثلاثه، يعني على اقصى تقدير يعني كذا اسئله سوف يتم استبعادها. فنحذر من هذه الاخطاء التي نحن دائما ننصح بها الطلاب، انه اهتم بجميع العروض المرئيه لان جميعها سوف يكون موجود معنا في الاختبارات. ننتبه الان الى تقييم الاوراق الماليه. شوف احنا دائما ماذا نقول؟ نقول قرار الاستثمار وقرار مزيج التمويل، او قرار ما يسمى كذلك بالهيكل التمويلي، ولكن نقول سياسه توزيع ارباح. سياسه توزيع ارباح. لماذا نحن نقول قرار استثمار وقرار تمويل ولكن نقول سياسة توزيع أرباح؟ لأنه مع الأسف قرار الاستثمار إذا كان الشركة قررت ويعني مثلا اشترت قطعة أرض ثم بعد ذلك بنت عليها مصنع وأتت بالآلات وقامت بعملية التوظيف وقامت بدراسة الموارد البشرية والدراسة يعني التقنية وكل هذه الأشياء وبدأ المصنع فعليا يشتغل، هي لا تستطيع بعد ذلك أن تتراجع، أن ترجع خطوة وراء. فلهذا السبب نحن نسميه قرار استثمار، لأنه مكلف جدا، والرجوع في هذا القرار يعني قد يتسبب في إفلاس الشركة. لماذا كذلك نقول قرار التمويل؟ يعني قرار التمويل نفس الشيء، يعني نحن عندما نتوجه إلى المستثمرون ونطلب منهم يعني تمويل للمشاريع، فهذه المشاريع من المفترض هي المشاريع التي تم إقرارها في الاستثمار. فبالتالي هناك ارتباط لصيق بين قرار الاستثمار وقرار التمويل. فعندما نقوم بإصدار سندات أو نقترض من البنك
نحن لا نستطيع بعد ذلك العدول عن هذا القرار. بينما لما نحكي على سياسة توزيع الأرباح، هناك العديد من الشركات كانت تعد بأن توزع لنا 4-5 ريالات خلال السنة. من قبيل ماذا؟ من قبيل يعني STC، من قبيل سابك، من قبيل جرير، من قبيل يعني مصرف راشحي، يعني خلينا نقول الشركات القيادية الكبرى، فكانت توزع يعني أرباح سخية، يعني بسخاء هذه الأرباح، يعني 4 و5 و6 ريالات. ولكن انتبهوا، ولكن لما جاءت جائحة كورونا، وهناك العديد من القطاعات منها العديد من القطاعات تأثرت، ويعني إيرادات يعني الشركات منها نزلت على بمستويات 50 و60% و70%. فبالطبع لما الإيرادات تنزل سوف يؤثر مباشرة على أرباح الشركات، ولما يؤثر على أرباح الشركات فبالطبع سوف يؤثر على يعني توزيعات الأرباح. فلهذا السبب لما نقول احنا سياسة توزيع أرباح، الشركات التي وعدت بأن سوف توزع 4-5 ريالات يعني في السنة تراجعت عن قرارها، ونظرا للظروف الحالية فسوف توزع ريالين فقط في السنة، أو يمكن أنها لا توزع أصلا. Very good. فديروا بالكم يعني في هذا المعطى، وهو ذات أهمية جدا كبيرة جدا، ديروا بالكم يوجد قرار استثمار، قرار مزيج التمويل وسياسة توزيع الأرباح. ممتاز. نجي إلى نقطة أخرى وهي التالية. يعني الآن نحن دائما يهمنا كثيرا ماذا؟ يهمنا كثيرا أننا نهتم بشيء اسمه تقييم الأسهم. ونحن لما يتعلق الأمر ب يعني الاستثمار وبالتمويل وبتوزيع الأرباح، دائما هذه الأشياء يتم الإعلان عنها والإفصاح عنها. والإفصاح عنها لماذا؟ لأن هذه الأشياء تهم مباشرة ماذا؟ يعني المستثمرين. انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال. انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال. لو نقول لكم لا يدخل ضمن تقييم الأوراق المالية، لا يدخل ضمن تقييم الأوراق المالية، السؤال يعني المقترح الأول قرار الاستثمار، المقترح الثاني تركيبة أعضاء مجلس الإدارة، المقترح الثالث قرار التمويل، المقترح الرابع سياسة توزيع الأرباح. فأكيد جدا هو يعني رقم 2 هو الخطأ، فتركيبة أعضاء المجلس الإدارة لا تدخل ضمن يعني هذه يعني لا تدخل ضمن القرارات الرئيسية. يلا انتبهوا جيدا مرة أخرى إلى هذا السؤال. يهم الشركة أن تعرف تأثير السياسات التي تتخذها على سعر السهم بهدفي. يهم الشركة أن تعرف تأثير السياسات التي تتخذها على سعر السهم بهدف. المقترح الأول تعظيم الدخل، المقترح الثاني تقليل المخاطر، المقترح الثالث تعظيم ثروة المستثمرين، والمقترح الرابع ضمان رأس المال. هو الإجابة الثالثة هي الصحيحة. ممتاز الأخت برام. فدير بالكم يهم الشركة أن تعرف تأثير السياسات التي تتخذها على سعر السهم بهدف ماذا؟ تعظيم ثروة المستثمرين. تعال الآن ندخل إلى مفاهيم القيم. وسبق لنا وأننا حكينا على ماذا؟ على القيمة الإسمية، ثم القيمة الدفترية، ثم القيمة الحقيقية، وسميناها كذلك اقتصادية، وسميناها كذلك عادلة، وكذلك القيمة السوقية في الأخير. يعني توجد لدينا 4 قيم فيما يتعلق بالأسهم. Very good. انتبهوا جيدا. لو نقول لكم سؤال صح وخطأ،
لو نقول لكم سؤال صح وخطأ. توجد بالمناسبة هذا السؤال سبق لي وأنني سألته، ولكن يعني أنا سوف أكرره مرة أخرى. إيش هذا السؤال؟ ماي؟ توجد، لو قلت لكم سؤال صح وخطأ، توجد قيمة اسمية وقيمة دفترية فقط في السندات. يوجد فقط قيمة اسمية وقيمة دفترية في السندات، صح أو خطأ؟ إيش رأيكم؟ خطأ. طيب السندات ما هي القيمة التي حصلنا فيها؟ ممتاز كذلك أخت فاطمة. إيش الأشياء اللي حصلها يعني في السندات؟ أول شيء، هل حصل أربع قيم؟ أكيد جدا لا. القيمة الإسمية موجودة، ولكن مع القيمة الإسمية ماذا يوجد في السندات إلى جانب القيمة الإسمية؟ القيمة ماذا؟ ديروا بالكم، في السندات يوجد فقط القيمة الإسمية والقيمة السوقية، بينما لم يتعلق الأمر بالأسهم يوجد فيها إسمية دفترية اقتصادية وقيمة سوقية، أربع قيم كاملة. طيب انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا، يمكن الحصول على حقوق المساهمين، يمكن الحصول على حقوق المساهمين من خلال هذه المعادلة، من خلال هذه المعادلة. المقترح الأول، إجمالي الإيرادات ناقص إجمالي المصروفات. المقترح الثاني، إجمالي الإيرادات ناقص المصروفات التشغيلية. المقترح الثالث، إجمالي الأصول ناقص إجمالي المطلوبات. المقترح الرابع والأخير، إجمالي المطلوبات ناقص السيولة. فما هي الإجابة الصحيحة حسب رأيكم؟ ممتاز، الإجابة رقم ثلاثة. انتبهوا جيدا، قد تسألون على يعني ماذا يساوي حقوق المساهمين. فحقوق المساهمين ماذا يساوي؟ يساوي إجمالي الأصول ناقص إجمالي المطلوبات. فانتبهوا جيدا. ممتاز، يعني سبق لنا وأننا حكينا على، إذا كان تذكرون في المحاضرة الثانية، وأذكر جيدا أن الأسامي الموجودة أمامي يعني سبق لها أنها وأنها حضرت معي في السابق. وتذكرون لما سوينا دائرة أولى ودائرة ثانية ودائرة ثالثة ودائرة رابعة، ولكن الرابعة كانت يعني فوق الثالثة، وقلنا أن الدائرة الأولى مالها؟ هي التي تمثل القيمة الإسمية. ولما نضرب القيمة الإسمية في عدد الأسهم، في حالة ضربنا القيمة الإسمية في عدد الأسهم، على ماذا نحصل؟ هل نحصل على حقوق؟ إيه ما شاء الله عليك الأخت مرام، قالت الأخت مرام مباشرة بدون أن تقدم لنا دكتور أي مقترح. فعندما نضرب القيمة الإسمية في عدد الأسهم نحصل على رأس المال. فبالطبع لو نعكسها ولو نقول لكم ماذا تساوي القيمة الإسمية، بالطبع لكانت القيمة الإسمية للسهم الواحد ماذا تساوي؟ لكان رأس المال تقسيم عدد الأسهم. فانتبهوا جيدا. طيب الآن لو نقول لكم يعني القيمة الدفترية مضروبة في عدد الأسهم، ماذا تعطينا؟ القيمة الدفترية مضروبة في عدد الأسهم، على ماذا نحصل؟ القيمة الدفترية مضروبة في عدد الأسهم، يعني نقدم لكم أربع مقترحات. القيمة الإسمية القيمة الدفترية مضروبة في عدد الأسهم. المقترح الأول، إجمالي الأصول. المقترح الثاني، رأس المال. المقترح الثالث، حقوق الملكية. المقترح الرابع، القيمة الاقتصادية. إيش رأيكم؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ القيمة الدفترية مضروبة في عدد الأسهم. أي نعم، أي نعم، ديروا بالكم
القيمة الدفترية مضروبة في عدد الأسهم، ديروا بالكم نفس الشيء لما نقول، نفس الشيء لما نقول إجمالي، يعني لما نكتب بالطريقة هذه إجمالي حقوق المساهمين أو نقول حقوق الملكية، ديروا بالكم هي نفسها، يعني لما نقول حقوق المساهمين أو حقوق الملكية هي نفسها. ممتاز. تمثل هذه القيمة قيمة توازنية بين العرض والطلب، هل تكون، يعني القيمة التوازنية بين العرض والطلب تمثل القيمة الإسمية، القيمة الدفترية، القيمة الاقتصادية، القيمة السوقية؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ ممتاز أخت مرام، ديروا بالكم القيمة التوازنية بين العرض والطلب ماذا تمثل؟ كذلك ممتاز الأخت فاطمة، ماذا تمثل؟ تمثل يعني القيمة السوقية، يعني لي يعني تمثل القيمة السوقية. بالطبع يعني يعني كيف تحدد القيمة الحقيقية أو العادلة أو الاقتصادية؟ هي تحدد على بناء على قائمة موجودات الشركة، إنتاجية يعني هذه الموجودات، المبيعات والأرباح التي تحققها الشركة، الأرباح الموزعة على المساهمين، آفاق النمو المستقبلية، مقدرة إدارة الشركة على تحقيق هذه الأرباح. بارجو انتبهوا جيدا. ينصح، اسمعوني جيدا، ينصح بالاستثمار في هذه الشركة. عندما ينصح بالاستثمار في هذه الشركة، عندما يكون المقترح الأول القيمة الحقيقية أعلى من القيمة الدفترية. هذا المقترح الأول. المقترح الثاني القيمة السوقية أعلى من القيمة الاقتصادية. المقترح الثالث القيمة الحقيقية أعلى من القيمة السوقية. والمقترح الرابع والأخير القيمة الدفترية أعلى من القيمة الإسمية. حسب رأيكم متى ينصح بالشراء أو الاستثمار في السهم؟ متى ينصح بذلك؟ متى ينصح بذلك؟ ديروا بالكم ينصح بذلك، ما أدري يعني من الأخت مرام هي التي قدمت لنا الإجابة الصحيحة. متى ينصح بذلك؟ ديروا بالكم أول شيء يجب علينا أن نقوم بمقارنة بين القيمة السوقية وقيمتها الحقيقية أو العادلة أو الاقتصادية. يعني في كل مرة أنا بجد مقترح فيه قيمة اسمية وإلا قيمة دفترية، يجب أن يستبعد هذا المقترح. يعني أي مقترح ورد فيه قيمة اسمية وإلا قيمة دفترية يستبعد، ما ينفع يكون فيه. ماذا بقي الآن؟ بقيت الآن مقارنة بين الاسمية، بين السوقية والاقتصادية أو الحقيقية. فدائما نحن عندما تكون حقيقة الأشياء أفضل من يعني من السعر الموجود حاليا في السوق، فهنا ينصح بالشراء. وعكسه تماما عندما يكون السعر السوقي مرتفع، في حين أنه يعني السعر يعتبر يعني مضخم ومرتفع جدا، ففي هذه الحالة وبعيد عن حقيقة يعني الشركة، ففي هذه الحالة نحن ننصح بعملية بيعه. هنا نفس السؤال يعني قد يرد علينا في الاختبار، وهو لا يوجد أرباح استثنائية. لا يوجد أرباح استثنائية. عندما تكون القيمة الحقيقية تساوي القيمة الدفترية، والقيمة الحقيقية تساوي القيمة الإسمية، والقيمة السوقية تساوي القيمة الإسمية، والقيمة السوقية تساوي القيمة العادلة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ أي نعم، ممتاز الأخت مرام، مباشرة الأستاذ فاطمة نفس الشيء، ممتاز، ممتاز. الأخت نورة اليوم ما شفنا مشاركة، يعني وأمس ما شاء الله عليك، يعني أنت كنت حاضرة معي الوحيدة، يعني كنت حاضرة معي في اللقاء. فإن شاء الله يعني يعني يكون في تفاعل، بالعكس يعني
كلما تفاعلته كلما أكيد جدا يعني فيه استفادة يعني من خلال هذه يعني المحاضرة. طيب نجي إلى السؤال الذي يلي. إن عدم، اسمعوني جيدا، إن عدم توفر المعلومات عن أداء الشركة وتحليل المعلومات بشكل خاطئ من قبل المستثمرين هي من أبرز الأسباب التي تجعل، أربع مقترحات، القيمة الاسمية تختلف عن القيمة الدفترية، القيمة السوقية تختلف عن القيمة الاقتصادية، القيمة السوقية تختلف على القيمة الاسمية، والمقترح الرابع والأخير معي، القيمة الحقيقية تختلف على القيمة الدفترية. ما هي الإجابة الصحيحة؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ إيه ممتاز، هي الإجابة، دير بالكم الأخ مرام أجابت الإجابة الصحيحة، وهي دير بالكم مرة أخرى. شفت أنا الآن سألت لكم نفس السؤال، نفس السؤال سألته، ولكن على يعني خلينا نقول يعني دائما الإجابة، دائما الإجابة يجب أن تكون فيها قيمة حقيقية وقيمة سوقية دائما. يعني أنا سألتكم السؤال الأول يعني وهو الذي يتعلق بماذا، يعني هل ينصح بشراء السعر أو ببيعه، فقلنا ماذا يعني يجب أن نقارن القيمة السوقية بالقيمة الحقيقية. نفس الشيء الآن عندما قلت لكم من أبرز يعني أسباب التلاعب بينه وكذا، فديروا بالكم هو الاختلاف الذي يقع بين القيمة السوقية وقيمته الحقيقية، والتي قلنا بإمكاننا نستبدل القيمة الحقيقية بالقيمة الاقتصادية أو القيمة العادلة. وكذلك سألتكم نفس السؤال ولكن بطريقة مغايرة، عندما قلت لكم لا يوجد أرباح استثنائية عندما يكون هل يعني سعر السوق يساوي لي قيمتي الدفترية قيمتي الاسمية، فبالطبع كانت الإجابة ما هي، عندما يكون سعر السوق مساوي لقيمتي الحقيقية. فكل هذه الأسئلة على الأقل ننتظر منها واحد يعني سؤال منها أن يأتينا بإذن الله تعالى في الاختبار. نذهب الآن إلى العرض المرئي الثاني والعشرون، العرض المرئي الثاني والعشرون 22. لو نقول لكم انتبهوا جيدا، أي من الأدوات المالية التالية، أي من الأدوات المالية التالية نعتبرها يعني صعبة عند القيام بعملية التقييم، يعني عملية التقييم تبعها تكون صعبة جدا. أربع مقترحات، المقترح الأول الصقور، المقترح الثاني الأسهم الممتازة، المقترح الثالث الأسهم العادية، والمقترح الرابع والأخير أذونات الخزينة. Very good الأخت برام أجابتنا كذلك، هذا السؤال كذلك يتكرر لنا في الاختبارات. فديروا بالكم يعني الأسهم هي من أصعب شيء تقييمها. لماذا؟ قال طيب ليش الأسهم الآن؟ قال يا أخي لأنه لما يتعلق الأمر بالسندات، ولما يتعلق الأمر ب يعني الصكوك، وحتى لو كانت أسهم عادية وكذا مالها؟ قال دائما نحن سوف نثبت فيها يعني العوائد المتوقعة، وعادة ما تكون هذه العوائد أو الفوائد التي سوف نحصل عليها تكون مسترسلة ومتواصلة عبر الزمن ويتم تحديدها في العقد. بينما لما يتعلق الأمر بالأسهم العادية قال الله يا أخي هذه فيها إيرادات وفيها أرباح وفيها استثمارات، وسنة فيها أرباح وسنة أخرى ما فيها أرباح، والشركة التي كنا نعتقد أنها يعني أنها سوف تستمر إلى ما لا نهاية وجدناها خلال 20 سنة يعني راحت منا، من فينا اليوم يستخدم يعني أشرطة التصوير الكوداك يعني متاعت إيش متاعت أفلام التصوير، هل لسه فينا من يستخدم هذه الأفلام ولا لا؟ يعني ذلك الشريط الأسود، ويعني في حالة أنه يعني كشفناه في النور خلاص يعني خرب وكذا، هل يعني لسه في من يستخدم ولا لا؟ يعني خلاص الشركة هذه راحت يعني. وبينما كانت هذه الشركة شركة عملاقة وشركة يعني هي الأولى عالميا، ولا واحد فينا كان يتوقع أنه سوف يأتي يوم وأن هذه الشركة العالمية سوف تنتهي.
يعني بظهور التكنولوجيات يعني التكنولوجيات الحديثة. فلهذا السبب يعني دائما من أصعب الأشياء أننا نتوقع للشركات، فنحن نحاول قدر المستطاع أننا نجد نماذج تمكننا من يعني إجراء هذه التوقعات. Very good. يلا انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال، انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال. هذه الورقة المالية، هذه الورقة المالية لا نستخدم عند تقييمها طريقة خصم التدفقات النقدية. طريقة خصم التدفقات النقدية، انتبهوا جيدا. هذه الورقة المالية لا يتم تقييمها باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية. المقترح الأول السندات، المقترح الثاني الأسهم الممتازة، المقترح الثالث أذلات الخزينة، المقترح الرابع الأسهم العادية. يعني بنتظر الأخت مرام. ديروا بالكم الآن، أذونات الخزينة وعادة انتبهوا جيدا، كل ما يتعلق بأدوات السوق النقدي، أدوات السوق النقدي منها نحن لا نحتاج فيها إلى طريقة خصم التدفقات النقدية، وإنما لما يتعلق الأمر بالأسهم العادية والسندات والصكوك والأسهم الممتازة نستخدم فيها طريقة خصم التدفقات النقدية. عبارة عن ماذا يعني طريقة هذه خصم التدفقات النقدية؟ عبارة عن ماذا؟ إما أن تكون في شكل أرباح موزعة نحن ننتظرها في المستقبل، أو أننا اشترينا السعر يعني ب100 ريال وسوف يقفز إلى 120 ريال وبالتالي سوف نحقق عائدا رأس مالي. فيعني هنا دائما الاستثمار في الأصول إما أنه يمكننا من الحصول على توزيعات أو أنه يمكننا من الحصول على توزيعات بالإضافة إلى يعني إمكانية أن يتم بيعه بسعر مختلف عن سعر الشراء وبالتالي نحقق عائد رأس مالي. Very good. طيب الآن انتبهوا مرة أخرى من هذا السؤال. معدل الخصم المناسب، معدل الخصم المناسب لتقييم الأسهم العادية، لتقييم الأسهم العادية هو التكلفة الأساسية للتمويل بالدين، التكلفة الأساسية للتمويل بالملكية، التكلفة الأساسية للتمويل بالمزيج بين الدين والملكية، التكلفة الأساسية للتمويل بالأصل خالي المخاطر. فديروا بالكم ممتاز الأخت مرام، قالت عندما يتعلق الأمر بمعدل الخصم المناسب لتقييم سعر الأسهم العادية فديروا بالكم هي التكلفة الأساسية للتمويل بالملكية وليس بالدين أو ليس بالمزيج أو ليس بأذونات الخزينة. فنحذر من هذا السؤال. انتبهوا جيدا الآن، يرتفع العائد المطلوب من قبل المستثمرين في علاقة نقطتين، طردية مع خطر الأعمال والخطر التمويلي، في علاقة عكسية مع خطر الأعمال والخطر التمويلي، في علاقة طردية مع خطر الأعمال، بينما في علاقة عكسية مع الخطر التمويلي. والمقترح الرابع والأخير في علاقة عكسية مع خطر الأعمال وعلاقة طردية مع الخطر التمويلي. ما هي الإجابة الصحيحة؟ ممتاز، الإجابة الأولى هي الصحيحة، بارك الله فيكم، يعني ممتاز ممتاز. يعني بالطبع يرتفع العائد المطلوب في علاقة طردية مع كل من خطر الأعمال والخطر التمويلي مع بعض.
طيب تعال نذهب إلى يعني ما يسمى بأسعار الأسهم ونظريات أسعار الأسهم. نظريات أسعار الأسهم، انتبهوا جيدا. احنا المعتقد الحين يعني المفترض الحين خلصنا صح ولا لا؟ نعم أو لا؟ المفترض نخلص الآن؟ أي نعم، خلاص يعني سوف نتوقف عند هذا المستوى لأنه حندخل إلى فقرة أخرى.